يعني هو ناوي يقطعني اليوم كله صح؟ وافرضي حقه ولا مش حقه؟ طب هو ما اتكلمش على اي حاجه في شغلي، الفيديوهات، السي في، اي حاجه؟ لا خالص. يبقى كده تمام، امشي احسن. يا بنتي حاجه بالذكاء كده، طالما قال لي خليها تقعد يبقى كده عجب الشغل، ومش كده كان قال تمشي. وبعدين عادي يعني، ممكن تكون قاسيه ودن عشان التاخير، كبرش الموضوع. الو، ايوه كرم. بقول لك ايه، الحاجه دي لازم ترجع، مفيش حد غيرك هيعرف يجيبها. على فكره قعدتي تقولي لي بس هتصرف ومش هتصرف، خليكي جدع بقى، عايز ارجع الحاجه للناس. ماشي، استنيك. سلام. حاجه ياض ايه اللي بتجعلي منك؟ لسه بتجعلي منك حاجات ياض. يونس يخرب بيت عقلك، عامل ايه ياض الغيبه دي كلها؟ موجود في الدنيا. تعالى فطلك اصبحك كمان، ولا خلاص بقيت ابن ناس؟ انا طول عمري ياض ابن ناس، انت اللي شكلك عملتهم وبقيت تحزن بقلب. حته قهوه كده على مصلحه البلياردو على الضيق. طيب ترزق بتاعتك. شكلها اخضر. يا موزه فطار من ذوقه، واحد ناعم واتنين موز. اوامر. ايه الناعم ده؟ اصطباح. كنت فين يا كل ده؟ الدنيا ثواني. براحتك. ايوه. ايه يا ابني ما بتردش عليا ليه من اول مره؟ هو انا لازم ازن يعني؟ سيب اي حاجه في ايدك وتعالى قابلني دلوقتي حالا. مش قلنا بلاش في التليفون؟ اخلص ساعه وتكون عندي. سلام. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بيت مدام سلوى فين؟ الفيلتين اللي على الشمال. شكرا. تعالوا يا بنات تعالوا. خشوا. بسم الله. خشوا. يلا دوسي الجرس. نعيم انا قلت لك عايزه بنتين صغيرين في السن، بس مش قوي كده. بذمتك دي هتعرف تغير للولد ولا تاخد بالها منه ولا ترضعه؟ ما انا قلت زي كده اول ما شفتهم، لكن لا طلعوا عفاريت. انت مش هتلحقي تطلبي الطلب، هتلاقيه عندك على طول. بلاش شغل البياعين ده، مش علينا احنا بالذات، احنا تجار يا ماما. طب جربيهم، لو ما عجبوكيش يبقى لك كلام. وابوهم نظامه ايه؟ انا مش عاوزه مشاكل. لا ده راجل غلبان، ده هو اللي وداهم للسمسار اللي جابهم لي، ما تقلقيش من الحته دي خالص. وانتوا مالكم ساكتين كده ليه؟ ما تسمعوني صوتكم. نقول ايه بس يا ست؟ اقصد يا مدام. قولي اسمك، قولي سلام عليك، وقولي سنك. انا اسمي رضا. وانا انتصار. انت يا رضا هتشتغلي عندي هنا في الفيلا، وانتصار في الفيلا اللي جنبنا عند اخويا الاستاذ خالد والدكتوره دينا مراته. اوكي؟ اوكي. اوكي، شفتي الاهاليب بيتعلموا هوا. الله، عاش من شافك يا نعيمة. اهلا رأفت باشا. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا حبيبتي. ازاي الصح؟ الحمد لله. مش هتشوفي لي عروسه حلوه وصغيره يا نعيمة؟ عينيا الاثنين. حاضر، ربنا يديك الصحه يا رب ويخلي لك ولادك يا رب. ماشي يا نعيمة. جوزك صحي يا سلوى؟ لا لسه يا بابا. والنبي يا ست سلوى خلصيني لحسن، عندي كم مشوار مهمين. حاضر يا نعيمة، طول عمرك مستعجلة وهتموتي على القرش. وانتوا استنوا هنا. تسمعوا الكلام وتاخدوا بالكم من بعض. يلا. كلموني في التليفون لو عوزتوا أي حاجة. سلام. That's a good idea. Swimming over here with those.
يا فندم والله العظيم الديزاينز بتاعتي انا شغاله عليها بقالي شهرين، وفي ايميلز بتواريخ تثبت الكلام ده. اكيد في حد بيكرهني هو اللي سرق الديزاينز. ايوه، وعمل اللفه القذره دي. لا ما اعرفش مين، يعني شاكه في اسم او اتنين، بس انا مش هقدر اظلم حد. طب ممكن بس حضرتك تديني فرصه، انا هشرق يا استاذ مراد. الو الو، سيبيها عندك. هو حضرتك بتعيطي؟ بعيط ايه بس؟ سماح امشي من هنا. منهم لله الناس اللي مزعلينك في الشغل. انتي راميه ودن معايا يا سماح؟ انتي مالك انتي؟ طب والله العظيم انا عارفه انك طيبه وقلبك رهيف، غيرش بس الشغل هو اللي معاكنن عليكي ومطلع زرابينك، وانا عارفه انك على حق. الظلم وحش. وانا ما يبقاش طلعانة عيني في الشغل عشان واحده تيجي تروح تقول لهم ان انا سرقت ديزاينز وهم يصدقوها. أنا متأكدة إن في حد سرق الشغل ده ووداه لشركة منافسة علشان يطلعوني أنا الحرامية. منهم لله، إلهي ينتقم منهم. ادعي لي يا سماح. والله بدعي لك من قلبي عشان عارفة إنك طيبة وبنت حلال، ما ترضيش بالظلم أبدا. شكرا. أنت مش هتزوديني بقى؟ أنا حاسة بصراحة النظام الجديد ده جاي عليا بخسارة. امشي نجري يا سماح، امشي نجري بدل ما أقلب عليك عشان أصلا جايبة آخري. انا كده شغاله بحق البيات، حرام عليك. بنت انتي. خلاص طيب. دي نعيمه. الو، انتي فين يا ناقصه؟ ما جيتيش تهيصي مع البنات امبارح ليه؟ هيص ايه؟ هو انتي خرجتي؟ يعني مش عارفه يا بنت. والله العظيم ما حد قال لي. الف الف مبروك يا اختي. هو ايه اللي حصل؟ الف حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على السلامه يا اختي. والله العظيم انا كان قلبي حاسس. طب يلا هستناكي النهارده، عدي عليا. لما تخلصي. سلام سلام سلام. في ايه؟ دي نعيمه خرجت الحمد لله بالسلام. مش انا قلتلك نرجع بقى كما كنا بقى. كما كنا ازاي يعني؟ يعني كتر الف خيرك على البيات ونرجع بقى للنظام القديم بتاع نعيمه، واخد الشهريه بتاعتي كامله. انت بنت عبيطه، انا مش فاهمه انت ليه رابطه نفسك بنعيمه وتشتغلي لوحدك. انت بتسرقك. هي تسرقني احسن ما غيرها تسرقني. والله؟ طب امشي يا سماح، امشي النهارده، مش عايز اشوف وشك. وحق بيات اليومين اللي فاتوا مخصوم من الشهريه. وبتزعلي عشان بيظلموكي في الشغل. ببرطمي تقولي ايه؟ ما بقولش.